دمي أقسمت بأمجادي والعهد المبرم. رؤية واستراتيجية مكملة للمعركة القائمة في المنطقة. يوم القدس هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة. اليوم الذي يواجه فيه جبهة الحق جبهة الباطل. نحن الأجيال القادمة، نحن اللي بدنا نحرر القدس. غاب يوم القدس عن الساحات الرسمية السورية في مشهد جاء نقيداً للساحات الموالية لإيران في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، غياب طرح تساؤلاً جدياً بشأن موقع سوريا في مشروع وحدة الساحات الذي تعتز به الدول والميليشيات الموالية لطهران. أسباب نأي دمشق بنفسها سنناقشها في ملف اليوم، ونتساءل أيضاً عن مصير وحدة الساحات، ونتساءل عن التباين أو ربما الخلاف بين دمشق وطهران. نأي دمشق الدور الإيراني، إلى أين تطلع العاصمة السورية؟ إلى علاقاتها مع دول المنطقة؟ ماذا عن الحرب في غزة؟ كل هذه التساؤلات نناقشها مع ضيفينا، من دمشق الكاتب والصحفي غسان يوسف، أهلا بك أستاذ غسان، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران، أهلا بك دكتور حسين. أبدأ معك سيد غسان، تزامنا مع استهداف إسرائيل لقياديين في فيلق القدس في ضواحي العاصمة السورية دمشق وتحديدا في منطقة المزة الأمنية والعسكرية، غاب إحياء يوم القدس في مرة استثنائية ونادرة. أي رسائل، أي مخاوف وأي خشية اليوم تبتعد عنها دمشق؟ تحياتي لك أستاذ روبير ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني أنا أعتقد، أنا تابعت بعض الفعاليات التي جرت في جامعة دمشق. أمس كان هناك فعالية جرت في جامعة دمشق. أما مظاهر الاحتفال في الشوارع إذا غابت بشكل كلي أو بشكل جزئي، فهذا يعود ربما إلى الضرورات الأمنية، باعتبار اليوم أن سوريا مستهدفة سواء من إسرائيل أو من يعني مثلا مجموعات إرهابية قد تقوم بتفجيرات، خصوصا أن داعش اليوم نفذت عمليات في دير الزور على طريق الرقة الواصل بدير الزور، وأيضا هناك هجمات لجبهة النصرة في الشمال الغربي. ولذلك أعتقد يعني أن هذه الاحتياطات الأمنية ربما هي التي غيبت الاحتفال بشكل يعني كما قلت حضرتك، يعني ربما غير السنوات السابقة. ولكن الفعاليات كانت موجودة ضمن جامعة دمشق وضمن المؤسسات الدولة الأخرى. اللافت سيد يوريان أنه تزامنا مع يوم القدس، إيران كانت تشيع القتلى في دمشق، تحرك الجبهات من جنوب لبنان مع هذا الحذر الشديد إلى اليمن وأمن البحر الأحمر، تتبدل ربما كل هذه الاستراتيجيات الإيرانية. ولكن ما حصل في دمشق، أي رسائل بالنسبة لإيران؟ وماذا عن العلاقة التي تحدث عنها أوساط إيرانية بأنها متوترة مع الأسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، ما حدث هو ليس فقط عمل إرهابي في اغتيال قيادات عسكرية إيرانية في السفارة الإيرانية، هو انتهاك لسيادة إيران باعتبار أنها أرض إيرانية. طبيعي هو العدوان، عدوان مزدوج على السيادة السورية وعلى السيادة الإيرانية. وسوريا قدمت طلب لعقد مجلس الأمن على هذه الخلفية. ولكن ما أريد أن أقول أن إيران أعلنت بصراحة أنها سترد، وهذا جاء على لسان أكثر من مسؤول إيراني ومنهم مرشد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي.
وضمن هذا الإطار أتصور أن إيران سترد وبشكل مباشر، لن توكل الموضوع لأي من حلفاء إيران في محور المقاومة، ستقوم هي بعملية الرد. كيف سيكون الرد؟ طبيعي، العمل الأمني هو يتضمن عنصر المفاجأة، ولا أحد يستطيع أن يتكلم عن ماذا يمكن أن تقوم به إيران. ولكن في تصوري أن موضوع الردع الإيراني الآن من خلال هذه العملية وهذا الاعتداء أصيب بنقص، ويجب على الحكومة الحفاظ على الأمن العام وأمن البلاد وسيادة البلاد من خلال عملية الرد. ولكن هذا الرد لن يكون ضمن ما خطط له الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو أراد أن من خلال الاعتداء على السفارة قلب الطاولة وإيجاد طاولة جديدة تكون أمريكا في مواجهة مع إيران. وهذا يعني إيران لن تنجر إلى تطبيق سيناريوهات يرغب بها الكيان الصهيوني، بل سيناريو مستقل يؤلم الكيان ولا يمدد يعني أو يوسع دائرة الصراع في المنطقة. طيب، استهداف الموقع الدبلوماسي داخل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أستاذ غسان يبدل قواعد الاشتباك منذ سنوات، تستهدف اليوم إسرائيل مخازن للأسلحة وأيضا قطاعات عسكرية، ولكن استهداف دبلوماسيين أو مسؤولين أيضا في فيلق القدس هي رسائل لتبدل قواعد الاشتباك؟ أستاذ روبير، يعني ما حدث في دمشق هو رسالة مزدوجة، يعني أيضا يعني هي رسالة مزدوجة ومن طرفين مزدوجين. يعني الطرف المزدوج الذي وجهت إليه الرسالة كان سوريا وإيران، باعتبار أن يعني السفارة الإيرانية وهي أرض إيرانية استهدفت في دمشق، وهذا رسالة إلى كل من سوريا وإيران. هذا من جهة. من جهة أخرى، باعتبار أن إسرائيل استخدمت طائرة F-35 وهي من أحدث الطائرات التي تستخدمها إسرائيل وهي أمريكية الصناع، وهذه الطائرة يعني عندما تستخدم تكون الولايات المتحدة على علم أين ستستخدم هذه الطائرة. ولذلك كانت الرسالة، أنا برأيي طبعا، أمريكية إسرائيلية إلى كل من إيران وسوريا. ولذلك طبعا يعني أولا هو استهداف للأراضي السورية، استهداف لإيران، رسالة بأن الحرب مستعرة، وبأن يعني من كان يدعم الفصائل الفلسطينية سواء في غزة أو حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق فإنه سيتعرض ربما لهذه الضربات وربما لضربات أقصى. أيضا كان هناك اختراق، يعني تصور بأن إسرائيل استخدمت في هذا العدوان مثلا القمر أفق 13 وهو الذي يغطي الأراضي السورية والإيرانية، استخدمت الذكاء الصناعي وأيضا استخدمت الأجهزة التقنية الحديثة في طائرة F-35، وقيل بأن إسرائيل استطاعت أن تزرع أجهزة بالقرب من السفارة الإيرانية. ولذلك هذا يؤكد بأن يعني إسرائيل والولايات المتحدة مستمرتان في يعني استهداف كل من سوريا وإيران. طيب سيد الريان، اليوم الوضع أو تعميق الخسائر البشرية إن كان في لبنان أو حتى في سوريا، ولكن استهداف شخصية كرضا زاهدي هي التي تبدل في هذه المعادلة أو في أرضية المواجهة السابقة بين إيران وإسرائيل، فيما تسعى دمشق بطريقة أو بأخرى لتتميز عن هذا الموقف الإيراني؟ يعني شوف، اغتيال قيادات عسكرية إيرانية بارزة هو يعني ثلمة لإيران، باعتبار أن هؤلاء كانوا من بقية السلف الذي قاد الحرب ضد اعتداء صدام حسين على إيران. وهذه القيادات التي أفرزها الميدان هي قيادات، يعني الشهيد زاهدي مثلا على سبيل المثال ذهب إلى الجبهات وعمره 16 سنة،
ووصل إلى هذا المستوى القيادي من خلال الحضور الميداني وليس من خلال يعني الحصول على النياشين وإلى آخره جزافا كما يحدث في الكثير من الدول الأخرى. من هنا هؤلاء يعني ضباط على مستوى كبير من التخطيط والأهمية في قوات الحرس الثوري الإيراني، ولكن إيران تمتلك الكثير من هذه الشخصيات. يعني هؤلاء أولا هم كانوا يدعون الله للحصول على الشهادة وهم حصلوا على ما أرادوا، ولكن نحن الذين افتقدناهم يجب أن ننتقم لهم. ليس الموضوع يعني في الثقافة الإسلامية وموضوع الشهادة، يعني هذا موضوع مسهب والكثير هو يطلب ويدعو للحصول على هذه المكانة، ولكن النظام الذي فقد هذه الشخصيات من الطبيعي جدا أن يثأر لهم وأن يحاول أن يرمم الردع الذي تأثر بفعل الاعتداء الإسرائيلي على السيادة الإيرانية في السفارة في دمشق. أشار دكتور حسين لهذه النقطة وتحديدا القيادات الإيرانية ودورها على الأرض إن كان في سوريا. سأعود معك إلى معادلة وحدة الساحات أيضا مع أستاذ غسان يوسف ضيفنا من دمشق، ولكن بعد هذه القراءة التحليلية أيضا العسكرية. هل سقطت ما تسمى وحدة الساحات في لحظة حقيقة كاشفة؟ منذ بدء حرب غزة أثارت الوقائع على الأرض الكثير من التساؤلات بشأن جدوى هذه النظرية وفعاليتها وصدقية شعاراتها. تتفاخر إيران ببلورتها لهذا المفهوم والذي يقتضي وفق شعاراته تنسيق تحركات حلفاء إيران ووكلائها الإقليميين في مواجهة شاملة مع إسرائيل. يقصد عمليا بوحدة الساحات خلق جبهة عنف تتحرك خلالها ساحات أو جبهات عسكرية عدة في الوقت نفسه ضد إسرائيل أيا كانت الجبهة التي بدأت منها المعركة، فتكون كل ساحة في خدمة الساحة الأخرى عسكريا وأمنيا وسياسيا وحتى إعلاميا واجتماعيا. الجبهات المعنية في هذه المعادلة تشمل الساحة الفلسطينية والساحة اللبنانية التي ينشط فيها حزب الله ومجموعة من الفصائل الفلسطينية التي تتحرك داخل لبنان، بالإضافة إلى الجبهة السورية وتحديدا الجولان السوري، وأيضا من اليمن جبهة الحوثيين، كما يشارك العراق عبر تنظيمات مسلحة مرتبطة بإيران. غابت سوريا رسميا هذه المرة عن المشاركة في احتفالات يوم القدس، والتي بدا واضحا وفق محللين أن إيران سعت من خلالها إلى إنعاش مفهوم وحدة الساحات. غياب سوريا ترجمه محللون على أنه ضربة لإيران في محاولتها رص الصفوف في هذه المعادلة الأمنية المعروفة. أدت مبادرة حزب الله بفتح جبهة مساندة في جنوب لبنان إلى كشف الهوامش الضيقة التي يتحرك من ضمنها، فمواجهته مع إسرائيل لم تخرج عن إطار المناوشات حتى بعد اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس صالح العروري في لبنان في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. تصريحات بعض قادة حماس والتي عاتبوا خلالها حزب الله أو دعوه إلى زيادة دوره في المعركة أثارت أيضا بدورها تساؤلات بشأن ما إذا كان الحزب قد تنصل من التزاماته وفق مفهوم وحدة الساحات وفقا لحسابات إيرانية. في اليمن وضمن جبهات يعني غزة الرديفة تقود ميليشيا الحوثي حربها الخاصة في منطقة البحر الأحمر من دون أن يكون لإسنادها تأثير مباشر على مجريات الحرب داخل قطاع غزة. لتأخذ كل هذه الوقائع إلى القول بأن مفهوم وحدة الساحات يترنح تحت وطأة الحقائق الميدانية وأنه لم تبقى منه سوى الشعارات. نعود من جديد إلى ضيفينا من دمشق الكاتب الصحفي غسان يوسف، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران. أستاذ غسان، معادلة وحدة الساحات، سأذهب إلى خطابات يوم القدس التي انطلقت من لبنان عبر أمين عام حزب الله، من إيران أيضا، من اليمن عبر عبد الملك الحوثي. هذا الخطاب السياسي غاب في دمشق وأنت ربطت بداية مع الهواجس الأمنية، الخطاب الرسمي أيضا أو عن أحد المسؤولين الرسميين السوريين غيابه ألا يعني أيضا رسائل إلى تبدل في هذا الموقف؟ وأريد منك إجابة
مباشرة عن العلاقة بين الأسد وكل النفوذ الإيراني في سوريا؟ لا أستاذ روبير، بشكل عام يعني سوريا دولة لها حساباتها ولها مصالحها، وأيضا تعرف يعني متى تتخذ قرار الحرب ومتى تتخذ قرار السلم، وحتى في علاقاتها مع الأصدقاء يعني في سواء كانت روسيا أو إيران أيضا لها حساباتها، وأيضا تعرف يعني هل هذا القرار يناسبها، هل هذا الزمن يناسبها. يعني أنا أقول لك يعني اليوم سوريا طبعا هي تحت ضغط كبير، يعني ضغط الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفها وتستهدف جيشها وتستهدف حلفائها. أيضا هناك ضغوط من مجموعات إرهابية متواجدة سواء في البادية أو في الشمال الغربي، ولذلك أنا وحتى في الجولان، يعني جبهة الجولان أنا أعتقد يعني بأن اليوم هناك يعني نية أو تأكيد أممي أمريكي روسي على هدوء جبهة الجولان. لماذا؟ لأنهم يعتقدون يعني أن فتح هذه الجبهة قد يؤدي إلى اشتعال حرب، وأنا أعتقد يعني كل الأطراف الإقليمية ليست جاهزة لاشتعال حرب بين سوريا وإسرائيل. وأعيدك إلى الحرب التي نشبت في عام 1973، حرب تشرين أكتوبر، وكانت سوريا ومصر متحدة، وكانت أغلب الدول العربية تدعم هاتين الدولتين، ولكن تدخل أمريكا في اللحظات الحاسمة وقيام جسر جوي أمريكي إلى إسرائيل بدل الموازين وبدل القوى، وفي الأخير مصر ذهبت باتجاه كامب ديفيد وسوريا وقعت اتفاق الهدنة. ولذلك أنا أعتقد اليوم يعني وحدة الساحات وما نسمعه يعني من خطابات سواء في طهران أو في بيروت أو حتى يعني في دمشق أو في أي مكان، أنا أعتقد يختلف عن أرض الواقع ويختلف عن الحسابات، وحتى العلاقات يعني بين الدولتين ستحكم تحكيما قويا، وسيدرس الجانبان يعني هل ستؤدي إلى نتيجة، هذه النتيجة فيها خسران وفيها ربح. ولذلك أنا أعتقد يعني صحيح أن سوريا يعني هي حليفة لطهران، ولكن بالنسبة لها هناك قرار مستقل. أما إذا سألتني عن علاقة الرئيس الأسد أو الحكومة السورية مع إيران، فأقول لك أولا يعني هناك علاقة استراتيجية قديمة، وهناك تنسيق، وهناك يعني دائما اتخاذ قرارات مشتركة، باعتبار يعني أن الدولة السورية هي من طلبت مجيء إيران في عام 2013. ولكن نعود إلى القرار المستقل، ونعود إلى الحسابات الخاصة، ونعود إلى حسابات الأمن الوطني والقومي وغير ذلك. ولذلك أنا أعتقد لا يمكن أن يحدث شيء إلا بموافقة سورية كاملة مع الحسابات الوطنية للدولة السورية طبعا ومراعاة الأصدقاء، ولذلك لا يمكن أن يفرض شيء على سوريا. وأعتقد أن هذا أصبح واضحا يعني منذ بداية حرب غزة حتى الآن لاحظنا بأن يعني الدولة السورية اختلف يعني فيها الموقف عن ما كان البعض يقدر ويحسب حسابات يعني لا تطابق ما نحن فيه. يعني سوريا هي تعيش حالة حرب من 2011 وتعرضت للكثير من الضغط، وحتى الآن ما زالت تتعرض للكثير من الضغط. وأعتقد بأن يعني الدولة السورية اليوم لديها الكثير من الأمور التي ستقوم على تفعيلها أو العمل عليها، مثلا بناء اقتصادها، بناء جيشها، بناء يعني البنية التحتية، إعادة مثلا أعتقد بأنها تنحو إلى مثلا اتفاقات مع تركيا، اتفاقات مع قسد، يعني حتى أنها تحاول مثلا أن يخرج الاحتلال الأمريكي من قاعدة التنف. ولذلك يعني وأيضا هي بصدد مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك أنا أقول لك اليوم للدولة السورية حسابات كثيرة تخصها ولا تخص أحدا. دكتور حسين، هذه الحسابات السورية، ما قاله أستاذ غسان، الاستراتيجية السورية الجديدة، سأعود معك إلى مواقف أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عندما تحدث من الدوحة عن الحلول بعد لقائه إسماعيل هنية. هو قال من بيروت، هنالك قنوات أيضا مع الولايات المتحدة، تحدث في مقابلة قبل 7 أكتوبر لشبكة CNN بأن كل هذه الأزمات لا تحل إلا بالتسويات والدبلوماسية. هل سيتراجع الرد الإيراني أمام أي دور للدبلوماسية؟ وبالتالي الرسائل التي أطلقتها دمشق
قد تؤجل أو قد تعطل طهران هذا الرد على استهداف قيادنيين إيرانيين في المزة في دمشق؟ يعني نعم، هناك قنوات دبلوماسية ووسطاء ينقلون الرسائل بين إيران وبين أمريكا، يعني ليس فقط منذ بداية طوفان الأقصى لحد الآن، لا، هو في كل الأحوال حتى قبل ذلك كان هذا قائم، خاصة قطر وعمان يقومان بهذا الدور بشكل كبير جدا. هل هناك رسائل حول الرد الإيراني؟ نعم، قد يكون هناك رسائل، وأتصور أن الرسائل هي تؤكد أن إيران ستقوم بعمل ما ضد الكيان الصهيوني بشكل مباشر. أين؟ هذا غير معلوم. متى؟ أيضا غير معلوم. من هنا في تصوري أن الدبلوماسية لن تمنع إيران من القيام بعمل ما ضد الكيان الصهيوني يعني رد على ما قامت به من جريمة في دمشق. بالمناسبة أستكمل ما تفضل به الضيف الكريم من سوريا. موقف سوريا هو لا يختلف عن محور المقاومة، موقف سوريا متطابق بالكامل مع محور المقاومة، ولكن أولويات سوريا مختلفة. نعم، هي سوريا تعاني من وجود الإرهابيين في إدلب في منطقة البادية، ووجود قصد في شرق الفرات إلى آخره، وهذه تفرض عليها أولويات، والحكومة السورية لا تمتلك القوة الكافية لفتح عدة جبهات. من هنا ما نراه الآن يعني من أولويات داخلية بدل أن تكون ضد الكيان الصهيوني، هو هذا يأتي في الميدان، ولكن في الموقف العام هناك تطابق كامل بين إيران وبين سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني. قبل أن أختم هذه الحلقة وأعود إلى أستاذ غسان ضيفنا من دمشق بسؤال وإجابة مختصرة، كنا طرحنا تساؤلا عبر منصتنا بشأن ملف اليوم، لماذا غاب يوم القدس عن دمشق رسميا؟ جاءت الإجابات كالتالي: 30% قالوا إن السبب التباين مع طهران، أما 70% أجابوا إن ذلك بسبب التخوف من اتساع الصراع. أستاذ غسان، اتساع الصراع، كل الهواجس السورية، هذه الملفات الأمنية، وتحدث اليوم عن عودة دمشق لبناء قدراتها الدفاعية والأمنية والذهاب إلى اتفاقيات داخلية تضمن هذه المرحلة والخروج من آتون الحرب. هل فعلا تبدل الموقف سيذهب إلى مزيد من القرارات في المستقبل القريب لتأمين كل هذه المصالح السورية؟ يعني استاذ روبير، يعني انا اعتقد اليوم كما قلت لك، يعني انتم ذكرتم يعني الهواجس الامنيه، وذكرتم الشيء الاخر بالنسبه 30% عن الهواجس الامنيه، والشيء الاخر لعدم الاتساع. انا اقول لك ربما، يعني اعيد كما قلت، ربما الهواجس الامنيه، ولكن اليوم يعني الدوله السوريه في وضع يعني حرج جدا، يعني تنطلق من أولوياتها كما قال يعني الزميل من طهران، ولديها الكثير لتنجزه، وتعرف يعني بأن عملية تحرير الأراضي يعني تم إنجاز منها حوالي 63%، فمن الطبيعي أن تسعى لاستكمال تحرير أراضيها، سواء بالتعاون مع أصدقائها أو سواء يعني بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية. ولذلك اليوم أعتقد بأن الأولوية هي لاستكمال التحرير، لاستكمال إنهاء الإرهاب، لاستكمال ربما يعني إنهاء الاحتلال التركي، سواء باتفاقيات أو سواء بضمانة روسية أممية أو غير ذلك. وربما يعني الجبهة الشرقية ستفعل فيها المقاومة ضد قاعدة التنف، وهذا قد نشهد تسعيرا لهذه المنطقة، باعتبار أن داعش اليوم يعني يعتبر رديفا للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية. ولكن أنا أقول يعني أعود لأقول لك، كل يعني ما يجري في المنطقة سببه إسرائيل، وكل هذا التسعير الذي حدث أيضا، وحتى الاعتداءات التي تطال
دمشق أعتقد يعني وسوريا تحديدا، أعتقد بأن إسرائيل تخطئ إذا تمادت، باعتبار ذكرت حضرتك الضربات، إذا تمادت في ذلك، لأن ذلك سيغير الحسابات وربما سيؤدي إلى التحام سوريا كاملا في يعني جبهة ضد إسرائيل. ولكن يعني حتى الآن نلاحظ بأن يعني الأطراف الدولية الفاعلة والأطراف الأممية وغير ذلك لا تريد اتساع الجبهات في المنطقة، لا بالعكس الكل يسعى لأن يكون هناك هدوء، ولكن لن تهدأ المنطقة ما لم تهدأ غزة. يعني عندما كان هناك هدنة هدأت كل الجبهات. إذن بين توسع الصراع والتباين مع طهران في ملف اليوم، غياب سوريا عن أحياء يوم القدس خلافا لوحدة الساحات هذه المعادلة الإيرانية، نشكر ضيفينا من دمشق الكاتب الصحفي غسان يوسف، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويوران، أشكرك أيضا جزيل الشكر دكتور حسين. بهذا نصل إلى ختام ملف اليوم، غدا ملف جديد وموعد جديد، بأمان الله.